السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحدثنا عن القطاع اللي بغطيه المجلس لغاز لحيبة بنيرب والصعوبات اللي عم تعانوا منها. والله بنغطي نحن يعني قطاع كبير شوي نسبيا الحمد لله يعني، والصعوبات اللي بنلاقيها هي الشح في المعونات، في قلة في الأمور الداعمين خصوصيا بالفترة الأخيرة، يعني بعد الهلال الأحمر ما تعرضنا لأكثر من مشكلة، قلت المعونات جدا يعني، ومشتكى إلى الله عز وجل. يعني عدد العائلات المسجلة عندكم، عندك إحصائية دقيقة؟ نعم، عندنا عدد العائلات المسجلة عندنا الفقيرة حوالي 2500 عائلة. نحن هي كلها مخدمين نحن بفضل الله، ونعطيهم إغاثة دورية. بس يعني هون بتكتر المسافة أو بتقل بحسب المعونات، يعني إذا أجانا معونات كثيرة كل ما كثرت المعونات بتخف المسافة. مثلا نحن على الشهر شهر ونص، إذا قلت المعونات على الشهرين قلت أكثر على شهرين ونص، بس يعني أكثر أحيانا على الشهرين شهر ونص شهرين تقريبا. فإذا كثرت المعونات وإجانا دعم بصير التوزيع على الشهر إن شاء الله.